انت مالك عماله تتبايع من الصبح في فطير القايم يا عميش؟ ها زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي، بقى حمار الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المواشي دي ما كلتش. إيه؟ هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ إيه؟ طب قالك انت، انا لقيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه، اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح؟ اقول له صح يا باشمهندس، عشان تعرف ان هو عارف كل حاجه. نقول لي يا حصاوي، امسك. نقول لي حصاوي، بحكم يعني ما انت معرفه قديمه بالباشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه، الباشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيدي مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اي مركز في محافظه سوهاج، بس بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي، اللي منتي هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البليانه، ولما ربنا كرمه دخل الكليه وراح كليه الجامعه الزراعه، هو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سالت بنفسك يا سياده المقدم انت حكيت لك على كل حاجه بصراحه، وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. يا سيدي مناع بيه، الحمد لله على السلامه يا سيدي مناع. ده الواد عميش التباع بتاع مصنع العلف. يا سياده المقدم احمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقه. اقول لك ايه يا بيه، هتتفضل معايا على مكتبي ارسيك على كل حاجه بالورقه والقلم. اتفضل يا باشا. قهوه تكيل مظبوط يا مناع بيه. مين قهوه مظبوط بسرعه يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا مناع بيه، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمه اللي ظهرت فجاه في محافظه سوهاج. انا عايش في سوهاج من ايام ما كنت طالب في الاعداديه في الباليه، انا ونقلت هنا من ايام الجامعه وكملت حياتي في سوهاج، يعني ما ظهرتش فجأة. بس لما تشتري مزرعة الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجأة. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كلية الزراعة شعبة إنتاج حيواني، ولما خلصت الجامعة وما لقيتش عندي مشكلة في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكف البحث ويبقى ملفك عند الحكومة مستوفى وسليم. أظن برضك إن سيادتك تعرف من شهادة ميلادي يعني إني مولود في قنا. كان حقك تسأل الأول أنا ليه عشت محوط في سوهاج الفترة دي كلها. يا ريت تقول لي يا باشمهندس. أنا اتولدت يتيم. الطار كان سعيلتي كلها. ما خلاش فيها ولا نفر إلا خالي. الله يرحمك يا خالي. وقال لي ان احنا كنا اغنياء، وان هو استلم ورثي وخلاه امانه عنده لحد ما اكبر واعتمد على نفسي، ولما حس ان الاجل قرب جابني واعطاني فلوسي. وايامها كنت لسه في ثانوي، حطيتهم وديعه في البنك، ولما اتخرجت فكيت الوديعه واشتريت المزرعه. كل الاوراق دي شفناها ودرسناها. وليها حكاية، فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. ما أنا سبق وقلت لك، أهلي وناسي ما لهمش ذكرى عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق، ما لقيناش ليه أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلاً كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بقنا. الله يرحمه ويحسن إليه. هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت، قال انه مش اخ امي وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الطار ولعت في البلد ابوي خاف على مرته الحامل وداها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش. حتى
حتى انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا ادوني السهاج الضاره وسط عيله الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا فيعرف اصلي وفصلي، الخوف لانقتل، هنقتل على قد ناس ما عرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. انا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش برا الاداره. سيادتك عارف انا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون اي ذنب، وجاي زموت برضك بدون اي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب اكبر مزرعه مواشي فيك يا سهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا اخوي، ربنا يكرمك. تعالي مسكتك مسكتك يا بنت حسان مسكتك. حسان كده حاجه من غير سيدنا؟ ان كان علي انا عايز اقول له يا سيدي، عايز اقول له يا تاج راسي، عايز اقول له يا سيدي النجع كله، لكن اعمل ايه؟ عمي وابوي لو سمعوني هيقتلوني. هو ابوك كده طول عمره بيكابر وعمره ما بيعترف بالحق ابدا، هو لولا ابوي كنا عشنا في الامن اللي احنا فيها دي. وهو لولا ابوي ما وافق وحط يده في يد ابوكي كان حصل حاجة في النجع. طول ما انت بتقول ابوي وانا بقول ابوك وهما الاثنين واقفين لبعض كده زي ناجر ونجير، عمرنا ما هنتجوز ابدا. روح فين؟ تعال يا نسمة خلينا نمشي. صدقيني يا نسمة انا ابويا طيب، لولا بس الافيون هو اللي لحس عقله، لكن عمي اقول لك عمي دايما يوزه ويقول له لو خليت حسان يركبك هيدوس عليك بالجزمة. والله العظيم حرام، أنا أبويا طول عمره بيفكر في حال النجع كله وعمره ما فرق ما بين عيلة والتانية، وانت عارف الكلام ده. عارف يا نسمة، لكن تقول ايه؟ تعرف بيقول له ايه كمان؟ ايه بيقول له لو وقوفك قدام قالت حسان كان فكر في عيلته وبس. طب ما تفكر لنا فكرة يا أبو الأفكار، ازاي نجمع بين العيلتين؟ يا همام لو حد من عيلتي ولا من عيلتك عارف ان احنا بنتقابل في السر هيقتلوني ويقتلوك انت كمان.